السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا ودرس جديد من دروس احتراف بلوجر. معكم يوسف أحمد من قناة اتعلم دوت نت. الدرس اللي فات من دورة احتراف بلوجر كنا شرحنا كيفية إنشاء مدونة بلوجر من الألف إلى الياء، وشرحنا كمان الخصائص والأدوات المهمة في مدونة بلوجر. درس النهاردة هنشرح فيه طريقة كتابة تدوينة على بلوجر تحترم شروط الـ SEO أو السيرش انجن اوبتمايزيشن. بس قبل ما نبدا، يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه تشجعنا دلوقتي وتشترك في القناه، وكمان تفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا بمجرد رفعها على القناه. وطبعا ما تنسوش اللايك للفيديو وكمان المشاركه مع اصحابك عشان الكل يستفيد. ودايما بنكون في انتظار ارائكم وتعليقاتكم وكمان الموضوعات اللي عايزيننا نشرحها ليكم على القناه. يلا نبدا درس النهارده. النهاردة هنعرف شوية نصايح تساعدك وانت بتكتب تدوينة على بلوجر، بحيث التدوينة دي تحقق شروط الـSEO وكمان تخلي تدوينتك تتصدر محركات البحث في الوقت القريب ان شاء الله. طبعا انت لما بتكتب عدة تدوينات على مدونتك او موقعك، وليكن زي مدونتي وموقعي اتعلم دوت نت، ففيها عدة موضوعات تتكلم عن الربح من الانترنت وكمان الربح من CPA واستراتيجيات الربح من الانترنت. فالزوار بيدخلوا على موقعي او بيدخلوا على موقعك عن طريق محركات البحث. طب ازاي الزوار بيدخلوا على الموقع بتاعك؟ الموضوع بسيط جدا، وليكن انا هنا عندي موضوع زي كيفية انشاء قناة على اليوتيوب من الصفر. فليكن الزائر بيروح مثلا على شريط البحث ويكتب كيفية انشاء قناة يوتيوب من الصفر. فهنا جوجل بيقدم له عدة نتائج يقدر يدخل عليها، و دي بتبقى الطريقة ان هو يدخل على مدونته. ده الفيديو بتاعي على قناة اتعلم دوت نت، واللي بيشرح كيفية انشاء قناة على اليوتيوب. ولو نزلنا لتحت شوية هنلاقي هنا برضو اتعلم دوت نت كيفية انشاء قناة على اليوتيوب، وده طبعا الموقع بتاعي اللي فيه شرح كيفية انشاء قناة على اليوتيوب. طيب ايه اللي بيخلي الموضوع او التدوينة بتاعتي على موقعي اتعلم دوت نت تظهر في النتائج الاولية في محركات البحث جوجل؟ هو ده موضوع النهاردة، واللي هنتكلم فيه عن الشروط او الاساسيات اللي لازم تطبقها وتستخدمها في كتابة تدوينتك او الموضوعات اللي انت بتكتبها على مدونتك او موقعك تتصدر محركات البحث، وفي الاول تحترم السيو اللي بيساعد الفيديوهات او بيساعد الموضوع بتاعك او التدوينة بتاعتك ان هي تتصدر محركات البحث. تعالوا بينا يلا نشوف مثال عملي لكتابة تدوينة على بلوجر تحترم الـSEO وفي الوقت القريب تتصدر محركات البحث. هندخل هنا على مدونتي بلوجر. عشان تبدأ تكتب تدوينة جديدة على بلوجر بتروح على مشاركة جديدة، طبعا بتسجل في بلوجر الأول أو تنشئ مدونة، وزي ما قلنا الشرح كافي ووافي موجود في صندوق الوصف الرابط الخاص بشرح إنشاء مدونة. المهم عشان انشئ تدوينة جديدة او مشاركة جديدة بروح على الايقونة مشاركة جديدة دي وبضغط عليها عشان يفتح لي الصفحة او الواجهة دي اللي بتكتب فيها التدوينة بتاعتك. فليكن احنا النهاردة هنكتب تدوينة عن الربح من الانترنت عن طريق مواقع السي بي اي. قبل ما تبدأ في كتابة تدوينتك لازم تعرف هيبقى خطواتك في كتابة التدوينة عبارة عن ايه. أول حاجة لازم وأنت بتكتب التدوينة لازم تختار عنوان مناسب قوي يحتوي على كلمات مفتاحية قوية، وبعد كده بتبدأ تكتب نص أو التدوينة نفسها والمحتوى اللي أنت بتكتبه هنا. بعد ما بتكتب المحتوى تبدأ تظبط أو تعمل إعدادات للمحتوى زي الصور، زي ارتباط برابط لموضوعات تانية داخل المدونة بتاعتك. المهم انت بتعمل العنوان، بعد كده بتكتب المحتوى وتظبطه، وبعد كده بتعمل اعدادات التدوينة بالكامل من على الشمال هنا زي ما هنشوف دلوقتي بالترتيب. فتعالوا نشوف بقى ازاي هنكتب العنوان الخاص بالمدونة كخطوة اولى ويحتوي على كلمات مفتاحية تحترم السيو وتجبر جوجل انه يحط موضوعك ده او عنوان مدونتك ده في محركات البحث الاولى لدى الزوار او المشاهدين. الربح من الانترنت عن طريق سي بي اي. فقبل ما ابدا في كتابه التدوينه او كتابه عنوان التدوينه بروح على محرك البحث جوجل،
وبكتب الاقتراحات الأولية للعنوان اللي أنا عايز أكتبه. فهنا بكتب مثلا الربح من CBA. زي ما أنت شايف هنا جوجل جاب لي عدة اقتراحات لأشخاص فعليين حقيقيين بيبحثوا عن الكلمات دي. فهنا اللي بيبحث عن الربح من CBA جريد، وهنا اللي بيبحث عن الربح من CBA 2018، والربح من CBA خطوة بخطوة للمبتدئين، ودورة الربح من CBA خطوة بخطوة. ده مثال لعمليات بحث حقيقية لأشخاص حقيقيين بيخص الربح من CBA. فلازم أحاول أن أضمن الكلمات المفتاحية دي في عنوان التدوينة بتاعتي اللي أنا هكتبها. فعشان أكون عنوان تدوينة قوي، باخد الكلمات المفتاحية اللي معروضة أو الاقتراحات اللي قدامي دي، وأروح بيها على موقع جوجل أدورد كي وورد بلانر أو كي وورد تول، وأشوف فيها عدد الأشخاص اللي بيبحثوا عن الكلمة دي شهريا، وبناء على عدد الأشخاص اللي بيبحثوا عن الكلمات دي أبدأ أختار الكلمات المفتاحية القوية دي، فبالتالي عدد البحث عليها هيكون كبير. وعشان عدد البحث عليها كبير في معدل البحث الشهري، فأكيد هحصل على زوار من اللي بيبحثوا عن الكلمات البحثية دي أو الكلمات الدلالية دي. فبدخل على إعلانات جوجل أو جوجل كي وورد بلانر، وبدخل على البحث عن كلمات رئيسية جديدة عشان أشوف عدد مرات البحث الشهرية عنها. فهنا مثلا هكتب الربح من الإنترنت، واختار الكلمة دي واضغط على البدء. زي ما انتم شايفين هنا بيجيب لي عدد المرات للبحث عن الكلمة دي. فهنا عندي الربح من الانترنت بيبحث عنها من 1000 شخص ل10000 شخص شهريا، يعني الكلمة دي كلمة مفتاحية قوية جدا، فأحاول أدخلها ككلمة مفتاحية في العنوان الخاص بالتدوينة بتاعتي. تعال نشوف برضو كلمة مفتاحية تانية ندخلها هنا، وليكن أنا هنا هبحث عن CBA. طبعا أنا تدوينتي للربح من الانترنت عن طريق CBA، فهكتب هنا CBA واشوف النتائج للبحث عن CBA. زي ما انت شايف هنا برضو كلمة CBA في 1000 شخص ل10000 شخص بيبحثوا عن كلمة CBA، فأكيد برضو لازم أضمن كلمة CBA في العنوان بتاعي أو عنوان التدوينة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين ده مثال بسيط لكيفية كتابة عنوان لتدوينة بتحترم السيو. فهنا لما أروح على التدوينة بتاعتي أكتب العنوان في الكلمات اللي أنا شفتها لها معدلات بحث شهرية عالية. فهنا أكتب مثلا الربح من الإنترنت عن طريق مواقع CBA، وأقول مثلا خطوة بخطوة للمبتدئين. فزي ما انتم شايفين انا هنا اخترت عنوان قوي جدا للربح من الانترنت عن طريق CBA، عنوان قوي جدا، عنوان قوي جدا للتدوينة بتاعتي. فعشان كده قبل ما تكتب عنوان التدوينة لازم تختار كلمات مفتاحية دلالية قوية جدا تساعدنا في جلب الزوار للتدوينة، وتجبر او تثير جوجل انه يحط تدوينتك دي في النتائج الاولية لمحركات البحث. وطبعا ما تحاولش تكتب جمل عشوائية في الموضوع او في العنوان. تعالوا بقى نشوف النقطة التانية، وهي كتابة الموضوع او التدوينة بحيث ان هي تتجاوب مع السيو وبرضه تساعدك انها تصدر في محركات البحث. تعال نشوف بقى ازاي هنكتب التدوينة او الموضوع نفسه دي هنكتبه ازاي بحيث تكون متوافقة مع قواعد وقوانين السيو. فليكن انا هكتب موضوع في اي كلام كده عن الربح من CBA، ونشوف ايه هي اساسيات وقواعد كتابة التدوينة عشان تحترم السيو. احنا هنا مثلا عندنا كلمة CBA كلمة دلالية قوية زي ما شفناها على موقع جوجل كيورد بلانر، ودي كلمة مفتاحية قوية جدا، وزي ما شفنا بيبحث عنها من 1000 إلى 10000 مرة في الشهر. فلازم عليك انك تاخد الكلمة دي كلمة مفتاحية في المدونة، احنا خدناها في العنوان وبرضو لازم ناخدها ككلمة دلالية او مفتاحية في المدونة. طب ازاي اظهرها لمحرك البحث جوجل على انه يعتبرها كلمة مفتاحية للموضوع ده؟ بحدد انا الكلمة دي وبروح على حرف البي او بولد
بحيث ان انا اخليها كلمة، بحيث ان اخليها تتكتب بشكل عريض زي ما شفنا بقى ليها لون وشكل مميز عن بقية الكلمات اللي موجودة في التدوينة. عشان كده وانت بتكتب التدوينة بتاعتك تحاول انك تشمل اكبر عدد من الكلمات المفتاحية القوية عندك وتحددها ويكون ليها شكل مميز في الموضوع. وليكن انا هنا عندي مثلا الربح من الانترنت، دي كلمة مفتاحية قوية جدا، برضو هظللها وعملها بولد. وهنا نشوف اي كلام تاني، مثلا عروض سي بي اي، دي برضو كلمة مفتاحية قوية جدا، برضو هحددها بحيث ان هي تكون ظاهرة في الموضوع. شرح ما هو سي بي اي، برضو دي كلمة مفتاحية، فاظللها واحددها تكون ظاهرة في الموضوع. طيب هتقول لي ايه فايدة ان انا بكبر الكلمة دي او بعملها بولد في كتاب التدوين دي؟ هقول لك كل اللي انت بتعمله ده بتعمله عشان تثير اهتمام محرك البحث جوجل على ان الكلمات الدلالية ديت هي الكلمات اللي الموضوع مبني عليها، والحوار كله حول الربح من الانترنت وبالاخص الربح من سي بي اي زي ما احنا شفنا. فانت كده بتدي اشارة لجوجل انه يعتبر الموضوع ده بيتكلم عن سي بي اي وياخده في الاعتبار في نتائج البحث الخاصة بيه. تعال نروح لتاني نقطة في كتابة التدوينة واللي بتساعدك ان تدوينتك تتصدر محركات البحث وتحترم قواعد وشروط السيو، وهي نقطة بناء روابط داخلية في المدونة بتاعتك. تعال نشوف يعني ايه بناء روابط داخلية في المدونة بتاعتك. فعندي هنا مثلا موضوعات تهمك من الربح من الانترنت والربح من اختصار الروابط. فانا ممكن اعمل الجملة دي واللي بتحتوي على كلمة مفتاحية قوية جدا، واوجه الزائر الى موضوع اخر على مدونتي عن طريق تضمين رابط الموضوع التاني اللي شفناه ده، وده موضوع خاص بالربح من الانترنت عن طريق اختصار الروابط. واوجه الزائر اللي بيهتم بالربح من الانترنت عن طريق اختصار الروابط عن طريق تضمين رابط الموضوع على الكلمة المفتاحية دي. بروح على أيقونة ارتباط زي ما انت شايف، إضافة رابط أو إزالته، وبحدد الكلمة الأول واضغط عليها. هنا بيقول لك عنوان اليو ار ال، فباخد عنوان التدوينة بتاعتي اللي كنت ناشرها قبل كده على الموقع، وهي الربح من الانترنت من اختصار الروابط، وأحطها في الشريط ده. بعد كده بضغط على موافق. كده انت بنيت روابط داخلية في المدونة بحيث ان هو لو الزائر ضغط على الكلمة دي هيروح على الموضوع ده. زي ما احنا شايفين انا دخلت من موضوع في المدونة على موضوع تاني في نفس مدونتك برضه، فكده انت عملت روابط داخلية قوية جدا. وطبعا بناء الروابط الداخلية في المدونة بتاعتك بتثير اهتمام جوجل في انه يرشح مواضيعك ديت لمحركات البحث عموما والنتائج الاولية للبحث. تعال نروح لتالت نقطة وهي خاصة بالصور. وليكن انا هنا هرفع صورة خاصة بالربح من الانترنت عن طريق السي بي اي. وليكن انا هرفع صورة من هنا، زي بضغط على ايقونة الصورة واختار الصورة دي واعمل اضافة الصورة المحددة. فهنا الصورة دي اترفعت على الموضوع الخاص بالربح من سي بي اي. بمجرد رفعها في تدوينتك لازم تعمل وسوم لهذه الصورة. يعني ايه وسوم؟ يعني خصائص وتسميات للصورة اللي انت رافعها. اعمل وسوم او خصائص الصورة دي ازاي؟ كل اللي بعمله ان بتضغط عليها وبتروح على خصائص او مميزات او بروبرتيز، وتضغط عليها بيفتح لك هنا ايقونتين. الايقونتين دول بحط فيهم كلمات مفتاحية دلالية خاصة بالموضوع. فليكن مثلا هنا انا هاخد العنوان، وطبعا ده فيه اكتر كلمات مفتاحية قوية جدا، واروح للخصائص واعمل لصق هنا واعمل لصق هنا، وبعد كده بضغط على موافق. طب ليه انا بعمل الكلام ده؟ انا بعمل الكلام ده لان لما احد الزوار بيبحث عن الربح من الانترنت عن طريق السي بي اي، الصورة دي هتظهر ضمن نتائج البحث اللي ممكن يبحثوا عن الكلمة المفتاحية دي، وبكده انت بتستهدف العميل اللي بيبحث عن دورة الربح مثلا من سي بي اي بطريقتين. اول حاجة عنوان الموضوع، تاني حاجة اللي هي الكلمات المفتاحية اللي موجودة على الصورة نفسها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو كتبت الربح من الانترنت عن طريق السي بي اي ومثلا فتحت الصور، شوف هنا بيجي لي الصورة
بتاعتي اللي هي دورة الربح من الانترنت، الربح من سي بي اي، خطوة بخطوة بتجيلي في نتائج البحث. فانت لو ضغطت عليها هيدخل على الموقع بتاعي اللي هو اتعلم دوت نت. وطبعا في نصيحة لازم تاخد بيها، وهي انك الصور اللي انت بترفعها لازم تكون مساحتها مش كبيرة عشان تدوينتك تبقى سهلة التحميل عند الزائر، لان الصورة دي لو حملت بسرعة في تدوينتك تبقى حاجة كويسة جدا ويتحفز الزائر انه يكمل الشرح الخاص بتدوينتك. فطبعا بمجرد ما الزائر بيضغط على الصورة بتاعتك دي هيدخل مباشرة إلى المدونة بتاعتك، ولازم طبعا تكون عارف إنك لو حطيت الصورة بدون رسوم أو خصائص جوجل مش هيضمنها ضمن نتائج البحث الخاصة بموضوعك أو تدوينتك، عشان جوجل مش هيتعرف عليها، ومش هيتعرف عليها على إنها صورة تهتم بالربح من الإنترنت عن طريق السي بي إيه، واللي هو الموضوع اللي أنت بتتكلم عليه. نروح لتالت وأهم نقطة، وهي حاجة خاصة بحاجة اسمها الرابط الثابت. نقطة الرابط الثابت أو اللينك الخاص بتدوينتك بعد نشرها، طبعا لازم هنا تضغط على الرابط ده وتختار رابط ثابت مخصص أو كاستم، وبتكتب هنا في المربع ده كلمة دلالية أو كلمة مفتاحية خاصة بالتدوينة اللي أنت هتكتبها. وطبعا لازم تكون الكلمة الدلالية دي أو المفتاحية دي بالكلمة الإنجليزية وترتبط بالموضوع أو التدوينة اللي أنت بتكتبها. فليكن هنا أنا بكتب الربح من الإنترنت عن طريق السي بي إيه، فأكتب مثلا سي بي إيه ماني. شوف شكل الرابط هيظهر إزاي، يعني لما التدوينة دي تتنشر الرابط ده هو اللي هيظهر هنا بالشكل ده، فيبقى اتعلم دوت نت سي بي اي ماني. انت بتكتب باللغة الانجليزية عشان جوجل هيفهم ان الكلمة المفتاحية اللي في الرابط دي واللي باللغة الانجليزية بتبقى كلمة مفتاحية للتدوينة ككل، واللي هيكون سبب يخلي جوجل يعمل على جلب الزوار الى تدوينتك او موقعك. تعالوا نشوف مثال بسيط عن اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، وهو الرابط الثابت. اول حاجة وهو الموضوع الخاص بكيفية انشاء قناة على اليوتيوب، تعالوا نشوف الرابط او اللينك الثابت هنا مكتوب ازاي. هنا مكتوب اتعلم دوت نت سلاش التاريخ سلاش كرييت يوتيوب شانل، هو ده يعتبر كلمة مفتاحية اللي هو انشاء قناة يوتيوب. جوجل بياخد الكلمة دي ويعتبرها كلمة مفتاحية للموضوع بتاعك او التدوينة بتاعتك. على العكس في موضوع كان قديم هنا بدورة الربح من اختصار الروابط وما كنتش كاتب رابط ثابت ليه، فهنا كاتب بلوج بوست، بلوج بوست مفيش أي كلمة مفتاحية، بيبقى ده ضعف للتدوينة بتاعتك وما بيساعدش جوجل إن هو يجعل تدوينتك في محركات البحث في النتائج الأولية لمحركات البحث. فبعد ما بكتب الرابط الثابت اللي أنا عايزه هنا بضغط على تم، بحيث إن هو بيعمل حفظ للرابط الثابت، مجرد ما أضغط على نشر بيظهر لي الرابط الثابت ده في شريط البحث هنا في جوجل. كده احنا شرحنا ليك كل الاساسيات اللي انت بتعتمد عليها كمبتدئ في كتابة تدوينتك، وتحترم السيو علشان تبدأ تدوينتك في الظهور لدى محركات البحث، وفي القريب العاجل ان شاء الله تبدأ تدويناتك في التصدر لنتائج البحث الخاصة بجوجل. بكده يكون درس النهاردة خلص، ياريت تشجعونا وتعملوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اضغط على زر اشتراك واشترك دلوقتي، وكمان فعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهات الربح من الانترنت مجرد رفعها على القناة. وطبعا هنكون في انتظار ارائكم وتعليقاتكم وكمان الموضوعات اللي عايزيننا نشرحها ليكم على القناة هنا. انتظرونا بفيديو جديد وكل ما يخص الربح من الانترنت. معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت.